تعال نروح على حماية المنافسة. حضرتك لما بتيجي تفتح شركة ما، أهم حاجة أن أنت وأنت بتشتغل فيها تبقى الدولة قاعدة عمالة بتتابع أنه ما يحصلش أي شكل من أشكال يعني خرق القواعد المعمول بها للمنافسة، أنك ما تحاولش تعمل شكل من أشكال السياسات الاحتكارية إلى آخره. حماية المنافسة عمل إيه بقى؟ أثبت 8 مخالفات أو مخالفة من 8 شركات. هذه الشركات هي تنتج وتورد لمنتجات ما. عدد من تجار التجزئة المنظمين والمستقلين في سوق الأجهزة المنزلية والكهربائية كانوا بيعملوا إيه بقى تحديدا؟ ده اللي احنا هنفهمه من دكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. أهلا بيك يا دكتور محمود. أهلا وسهلا يا فندم. إزاي الصحة؟ كله كويس؟ تمام الحمد لله، أشكر سيادتك. إيه موضوع المخالفات اللي من 8 شركات كانوا بيعملوا إيه؟ طيب زي ما حضرتك تفضلت، هو عدد من الشركات 8 بالاتفاق رأسيا مع الموزعين أو تجار التجزئة بيحطوا بعض البنود اللي بتعيق المنافسة، من ضمنها مثلا على سبيل المثال وضع حد أدنى أو ثابت لسعر إعادة البيع. فعلى سبيل المثال مثلا أنا حضرتك بتدي المنتج للتاجر ب 950 جنيه وتقول له ما تبيعوش بأقل من 1000 جنيه، طيب أنا تاجر شاطر شوية هقدر أبيع ب 960. لا ممنوع عليك إن أنت تعمل ده، طب لو أنا عملت ده لا يحصل لك عقوبات وبالتالي مش هورد لك مثلا الشهر الجاي. فبالتالي هذه البنود بتعمل اختناقات في السوق، لأن كده بتمنع أي منافسة في سوق التوزيع وبتحرم المستهلكين من أي تخفيضات أو أي منافسة تؤدي بالآخر لمنافسة سعرية ما بين الموزعين. ده كان أول شكل. الشكل الثاني هو بنود لتوحيد الأسعار، وهي فكرة إن أنا النهاردة كموزع بقول بقى بالعكس للمورد، بقول له لو أنت اديت السلعة بتاعتي دي لحد تاني بسعر أقل لازم تديني نفس السعر ده، وبالتالي هنا ما بيبقاش المنافسة على بناء على كفاءة قضية، أنا اشتريت أكتر فأخذت خصم كمية، ولكن هي بناء على الاتفاق، وبالتالي بيحصل بنسميه يعني باللغه الاجنبيه تشيل اوت افكت، او ان هو بيحصل ركود لعمليه المنافسه السعريه بسبب هذه البنود. والحقيقه طلبنا من كافه الشركات تعديل هذه العقود وتم التجاوب وتم تعديلها كلها. طيب ده خلينا دكتور محمود اسال على حاجه بناء على اللي انا سمعته من بعض التجار في سلعه مختلفه بدءا من الاجهزه المنزليه لحد العربيات الفارهه، يقول لي اصل الوكيل او المصنع هو اللي بيحدد لي السعر انا ما اعرفش انزل عنه. هنا يجي السؤال، هل من حق المصنع انه يحدد سعر ما اقدرش انزل عنه؟ يقول لي والله التكييف ده ما تنزلش عن السعر ده، العربيه دي ما تنزلش عن السعر ده. لا يا فندم، في الاخر احنا بنتكلم على فكره توزيع. بمعنى ايه توزيع؟ معنى ان انا بشتري من المصنع السلعه وبقوم بتوزيعها، يعني انا اللي ببقى مسؤول عن هذا المنتج، وبالتالي طالما انا اللي مسؤول عن هذا المنتج يبقى انا احدد له السعر المناسب لاقتصادياتي. انا والله بجيب عماله ماهره وما الى ذلك في المتجر بتاعي، فبالتالي محتاج احط تكلفه اعلى شويه فتكلفتي هتبقى اعلى. أنا واحد تاني بقى عندي اقتصاديات حجم وبالتالي عندي سلاسل مختلفة وبالتالي أقدر أخفض في هذه التكلفة. فبالتالي كل واحد المفروض هو اللي يحدد السعر البيع بتاعه وفقا لآليات العرض والطلب وآليات الكفاءة الاقتصادية لكل شخص، وبالتالي هنا هي دي فكرة المنافسة، إن احنا بإزاي كل واحد بيحاول يجتذب العميل بشكل آخر، واحد هيجتذبه بالخامة، واحد هيجتذبه بسعر وما إلى ذلك. هل وجدتوا في اطار متابعتكم للاسواق ان هناك بعض المصنعين بيفرضوا على الموزعين اسعار محدده؟ لا، هنا بنفرق بين حاجتين. فانا بنفرق بما يسمى بالسعر الاسترشادي او بنسميه ريكومندد ريسيل برايس. والريكومندد ريسيل برايس او السعر الاسترشادي ده انا بقول السعر المتوسط السعر ده السوق، ولكن ده انا مش لازم التزم بيه كموزع، انا اقدر ابيع بالسعر اللي انا شايفه مناسب لاقتصاديات حجم، او ان انا بحط له حد اقصى ما يطلعش فوقيه، وده مسموح بيه ان انا احط حد اقصى لسعر اعاده البيع، ما تزودش في بيع السلعه دي عن الرقم الفلاني. يمكن كان لو حضرتك تتذكر قرار وزير التموين في بعض السلع الاستراتيجيه اللي طلع بيها القرار 5000 لدوله رئيس مجلس الوزراء، حدد ان يكون في حد اقصى لسعر اعاده البيع وليس حد ادنى او ثابت.
وهنا ده الاختلاف في هذا الشأن. عظيم جدا، انا بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر لحضرتك دكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حمايه المنافسه ومنع الممارسات الاحتكاريه توقيع المخالفات على 8 شركات.